الوصفة عبارة عن ايه؟ عبارة عن لسان عصفور ورز. انا بحط نص الرز لسان عصفور، لكن تقدروا تعملوهم واحد لواحد. هنسوي بشوربة ومية. الشوربة قد تكون بقى شوربة بط، حمام، فراخ، أرانب، لحمة، قد تكون شوربة خضار، اللي انتوا عايزينه. وبصل مفروم، ملح، وأنا بحط فلفل الحقيقة، وتوم مفروم. أنا بحط فلفل للرز في المطلق، أنا بحط فلفل لكل حاجة تقريبا. هنحط كمان زبدة وزيت، تمام كده؟ تعالوا نسمي كده بالله. أنا سخنت الحلة، كل كوباية من الرز أو لسان العصفور هتاخد معلقة كبيرة من بتاعة الأكل، نصها زيت ونصها زبدة. يبقى زيت وزبدة، بس أنا هحط الزيت بس دلوقتي. هنزل جوه الزيت ده إيه؟ لسان العصفور عشان نشوحه. نفس فكرة الرز بالشعرية، بس ده رز بلسان العصفور. كل كوباية من الرز أو لسان العصفور هتاخد معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، معلقة كبيرة مقسومة ما بين الزيت والزبدة، ومعلقة كبيرة من الثوم على الكمية كلها، ومعلقة كبيرة من البصل على الكمية كلها برضو. أقوم نازلة بالرز، رز أبيض مصري، ممكن بسمتي، بس هو هنا طبعا مصري، والوصفة يعني هي بتتعمل بالرز المصري، مغسول ومنقوع ومتصفي ويسخن مظبوط. وبعدين اديله السائل. ادي الشوربة، وادي المية، لكل كوباية من الرز كوباية من السائل، ولكل كوباية من اللسان عصفور كوباية وربع من السائل.